كورونا والإجراءات الصحية المتبعة لن تحول بيني وبين العراق، وإن لزم الأمر سأسافر عبر أي طائرة عادية لأكون هناك. هو تأكيد البابا فرانسيس في تصريح جديد له حول زيارته المرتقبة. البابا أكد عزمه زيارة العراق مطلع آذار المقبل، معرباً عن أسفه بشأن عدم تمكن العراقيين من رؤيته بشكل مباشر بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، بيد أنهم سيتمكنون من مشاهدته عبر التلفزيون. وعن إمكانية تأجيل الزيارة أو إلغائها، قال البابا فرانسيس إنه لا ينوي تخييب أمل العراقيين وتكرار سيناريو البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، والذي لم يتمكن حينها من زيارة بغداد بسبب الظروف الإقليمية المتوترة وفق التصريح. الزيارة التاريخية المقررة تتضمن اجتماع البابا مع المرجع الأعلى علي السيستاني والتوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي، ليكون ثاني أكبر ممثل للديانة الإسلامية يوقع على هذه الوثيقة بعد إمام الأزهر أحمد الشيخ طيب قبل عامين. ومن المنتظر أن يحل البابا فرانسيس في العراق بين 5 و8 من آذار المقبل في زيارة تستمر 4 أيام بحسب ما أعلن الفاتيكان عن أول جولة خارجية للحبر الأعظم منذ أواخر عام 2019.